الحظوظ ديال الوداد الرياضي في هذا المونديال كاين حظوظ. زعما المشكل اللي كاين في الوداد البيضاوي حاليا هو تغيير المدرب. مدرب عموته عارف فيه كتيف اللي عنده، حافظ التركيبه البشريه اللي عنده. كان لحبذا كنبقى عموته، كنتمنى يبقى عموته، كان غيكون ضبط الامور اكثر. واو دابا مع هذا المدرب الجديد، واخا ما معروفش على الساحه، ما عندوش تجربه في الساحه الافريقيه، واخا لعب في منتخب التونسي، ولكن ما عندوش واحد بحال التجربه اللي عند عموته، حافظ التجربه. ونتمنى من الله عز وجل الله يوفقهم، الله يوفقهم الله يسهل على الجميع. لا نقدر نقول لك انا في 2013 كان بن زرتي، وكان بقى 10 ايام على ما اظن الكوب دي مون، وكلشي انتقد بطريقه على قبل شونج مود للمدرب ديال الفاخر، وكاع الجمهور والاعلام كامل كان ضد بطريقه، وتبدل المدرب وكانت نتائج ايجابيه حقا. شوفوا فينال عبد الباير رفعوا الدرابو ديال البلاد في ظل الازمه ديال كانت المنتخب كيعيش ازمه نتائج وداك الشيء، والحمد لله الله عز وجل وفق الراجا. ونتمنى من الله عز وجل يوفق الوداد تما في هذا الكوب ديمون ان شاء الله. خويا رساله غنوجه للاعبين ان شاء الله، راه شو الشيء كوب ديمون الاخر الشيء تبارك الله مع وليد الركراكي كوب ديمون، تفرحوا. ما كاينش اشد المتشائمين، ما كانش كيظن ان المنتخب الوطني غيوصل للدومي فينال كوب ديمون، يعني شي حاجه اكسبسيونيل يعني اللي ما تحققش سنوات وسنوات. الوداد عدا لعابه اللي عندهم تجربه، كان لا يحيى عيطات الله ولا جبران ولا تكناوتي، يعني اللعابه اللي يقدر يعطيو اللعابه اصحابهم اللي يعطيو معلومات اللي يعاونوا الدراري في كوب دي مون. وراه اللعب المغربي راه تبارك الله راه في مواسم الاخيره كاين نيفو، واخا رغم البطوله مؤخرا الوطنيه اللي تراجع المستوى ديالها في ظل ان الازمه الخانقه اللي كيعيشوها جميع جل الفرق الوطنيه، كيعيشوا ازمه اقتصاديه اللي كيخلي ان اللاعب اللي كيبان لا في الراجا لا الوداد لا الفار لا الماس كيمشي للخليج، كيمشي كيقلب على راسو. حتى اللعابه كتبغي الفرقه كتبغي تاخذ الفلوس، هادشي اللي خلى ان الفرق تراجع المستوى ديالها. واللاعب المغربي ان كيبين العلو الكعب ديالو في التظاهرات الكبيره، وان شاء الله نتمنى الله عز وجل الوداد يكون في فورمه ويفرحوا المغاربه كما فرحهم وليد الركراكي ودارنيا ان شاء الله. بالنسبه لي حظوظ الوداد، بان لي ان الوداد عنده مقابله الاولى مع الهلال السعودي، لم تفاز ان شاء الله غيتاهل نصف النهائي، ولكن يلعب مع الفريق البرازيلي. تيبان لي انا الوداد ان شاء الله مع الجمهور هذا الشيء قد ملي تتكون المونديال تيكون الجمهور هذاك الشيء تبدل اللعب ثاني. تيبان لي انا فريق الوداد لا داز من الهلال السعودي تيبان لي فريق لي كبير تا هو، ماشي ساهل. هو الانتصار في المقابله الاولى ان شاء الله، لا انتصروا غيدوزوا نصف النهايه، غيتقابلوا مع الفريق البرازيلي. لا كانت شي نتيجه لا قدر الله فزنا، كان حنا تنتمناو الفوز، ولكن لا كانت شي سميتو راه تتكون لا يدير مقابله كبيره. بان لي لا جاب الله ما كان انتصار ولا شي حاجه مع الفريق البرازيلي، يكون مهم الوداد يدير. حنا تنتمناو ان شاء الله باش يوصل النهايه بحال كما دار فريق الرجاء في 2013. نتمنى فريق الوداد باش يدير شي باش يوصل للنهائي، ولكن هذا الشيء يكون سهل. الفريق الوداد راه فريق كبير، ماشي عنده لاعبين مزيانين، هو اللي فاز بعصبه الابطال الافريقيه. تيبان لي لا دار سميتو لا فاز المقابله الاولى، يقدر ان شاء الله يدير شي حاجه مع يوصل يمشي بعيد في هذا المونديال ان شاء الله. الوداد البيضاوي كتكبر مع الفرق الكبيره كفريق الرجاء البيضاوي، فاش تنظم هنا مونداليتو مشى للفينال وقدم واحد طبق كروي جيد، مشى للنهايه. وكذلك فريق الرجاء البيضاوي باش تنظم مونداليتو في البرازيل قرر ريال مدريد، وعلاش لا ما فريق الوداد البيضاوي تا هو قدم واحد الطبق كروي جميل ويعطي صوره على المغرب زوينه كيف عطاها المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم. الراي ديالي هما غاديين مزيانين في الطريق مزيانه مع المدرب ديال المدرب الجديد، غادي مزيانين مزيان. المستوى اللي كيبان عليه النادي الوداد الرياضي ممكن يمشي مزيان في المونديال الطو. مزيان يمشي مزيان. الوداد راه فريق كبير باللاعبين ديالو تيبقى فريق كبير، وزعما راه غادي مزيان.
انت متفائل خير ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون الخير يكون الخير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.